يقولوا يشتغل على حاله، يشتغل على حاله، يشتغل على حاله وعلى نفسه يعني. على طب نشتغل على حاله ازاي بقى؟ يشتغل على حاله ازاي؟ اول حاجه ان احنا في عندنا حاجه، ودي المصطلح اللي طالع جديد اسمه التايم ويسترز. احنا عندنا في حاجه بتضيعي الوقت، الحاجات اللي بتضيع الوقت. زي ايه؟ نلاقي روحنا مثلا الواحد يدخل الشغل، وبالذات الشباب، يفتح الايميل، يبدا نهاره بانه يفتح الايميل، مش يبص على شغله، لا يبص على انه صاحبه بعت له نكته او هناك بعت له مش عارف ايه، على اساس ان دي حاجه بيقول ايه، انا ببدا نهاري النهارده بان انا اشوف حاجه تضحك، اشوف حاجه جميله. اللي بيحصل ان انا بضيع اول 30 35 دقيقه في ان انا بتكلم مع صحابي وبشوف الايميل، وبلاقي ان انا ما استفدتش حاجه فعلا من اكتر 30 دقيقه قيمه في حياتنا. فيهم تركيز في الوقت ده؟ الوقت التركيز ده بيبقى اعلى، اعلى تركيز، لان انا لسه داخل دماغي مفروض ان انا جاي من الطريق فريش بقى، مستف مستف يومي. انا هعمل 1 2 3 4 زي ما بيقولوا كده، هكسر الدنيا. فانا داخل اكسر الدنيا، فابتدي ان انا اعمل حاجه زي كده. شيء اخر مثلا، ان يعني حضرتك قصدك ان انا الايميل ده اخليه مثلا لما اروح بالليل او في نهايه يوم الشغل، اكون خلصت في الاخر وانا شويه فيد، او يعني اقل تركيزا، لان ده مش محتاج تركيز عادي. دي طريقه. الحاجه الثانيه ممكن نستخدمها في وسط النهار، لان هو احنا ما بنقدرش، ما فيش بني ادم بيقدر يشتغل من 8 ل 5 او من 8 ل 4 حته واحده. ايه اوقات الذروه في الفتره اللي هي الواحد بيشتغل فيها؟ لو انا بشتغل مثلا موظفه من 8 الصبح ل 5 بعد الظهر، ايه اوقات الذروه بتاعتي بتاعت النشاط والتركيز العقلي؟ كل ما تكوني حضرتك بدري، كل ما بيكون مستوى السكر في الدم اعلى، وبالتالي مستوى التركيز اكتر، ومستوى الـ 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 الادراك للي قدامي فبيكون اعلى. طب والناس اللي زي حالاتنا يا دكتور، اللي هم ممكن يشتغلوا بعد الظهر واحيانا ممكن يشتغلوا بالليل متاخر، لان في وظائف كتير ومهن كتير بتتطلب كده، بيبقى نشاطهم او تركيزهم امتى؟ ولا دول ضايعين بقى؟ لا لا، مش ضايعين ولا حاجه، ضايعين خالص. يعني انا الصبح بنبقى في شركاتنا، وبعدين بندرس في الجامعه، وبعدين اهم حاجه ان الواحد يحاول ان هو يخلي مستوى السكر في الدم متوازن، بحيث ان هو يخلي مخه دايما في مزود بالطاقه اللي تخليه يشتغل. طب ازاي نعملها بقى؟ النهار. والله انا مش خبير اكل، بس انا عندي خبره ذاتيه جربتها ولقيت انها جميله قوي. ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ناكل كل ساعتين، حاجه بسيطه، يعني واحده فاكهه، زبادي، مش لازم ان احنا ناكل يعني. انا شخصيا ما بقدرش لقمه صغيره، حاجه ساندوتش صغير ما فيهوش ما اعرفش ايه، بحيث ان كل الحكايه ان احنا نرفع دايما من مستوى الطاقه جوه الجسم، وبينعكس اكيد على يعني الجوع بيقلل من مستوى الطاقه طبعا. مش كده؟ الواحد لما بيجوع ما بيعرفش يركز وبيصدع وما بيقدرش يركز كويس. حضرتك بتشوفي ان احنا في برضو لما بنيجي في اول كام يوم في رمضان، بنيجي الواحد على الساعه 11 12 بنلاقي ان هو مش لاقي الجسم. صحيح بيتاقلم، يعني لو تشوفي ان احنا في نهايه رمضان بيبتدي ان الجسم يعرف ان هو يتصرف في السكر ازاي. فانا برضو مره تانية، انا عشان مش متخصص تغذيه، لا بس دي نقطه مهمه ان احنا برضو يعني نحطها في اعتبارنا، ناخد بالنا منها. لابد ان احنا على مدار النهار كل ساعتين لازم ندخل حاجه تكون عشان كمان الواحد ما يتخنش، يكون فيها فايبرز، يكون فيها الياف، يكون فيها فيتامينز، عشان ترفع الطاقه الحيويه للبني ادم. طب هل انا دلوقتي قبل ما اروح الشغل او قبل ما ابدا يومي قبلها بيوم المفروض ابقى محضره او مركزه انا هعمل ايه في يومي؟ هو ده، هل ده بيقلل من الويست اوف تايم او ضياع الوقت يعني؟ شوفي يعني مثلا لو سيده او لو بنت حتى هتروح الجامعه تحضر لبسها وتحضر حاجتها، ولو شاب هيحضر كتبه، ولو حد في الشغل هيقول انا هعمل 1 2 3 قبل ما اروح الشغل. شوفي حضرتك، هو اللي عايز يتعامل مع اي حاجه في الدنيا، وكلمه يدير تساوي التخطيط. يعني انا مش هقدر ادير بكفاءه الا لما يكون عندي خطه. الخطه دي بتبدا من خطط قصيره المدى، زي ما انا جاي النهارده، انا كان المفروض اكون هنا نفرض الساعه 4، فانا طالع من القاهره الجديده، يبقى انا محتاج ساعه وربع في الطريق، اعمل لروحي ربع ساعه عشان لو المرور كذا، فانا اطلع من بيتي الساعه 2:30 بحيث ان انا اوصل هنا 3:15، لو اتاخرت 3:10 يبقى انا بكده لا انا مستعجل وبجري وجيت متاخر على ميعادي، وفي نفس الوقت ما ضيعتش بقيه اليوم ان انا ننزل من بدري خالص. فاي شيء يبدا بخطه ينتهي بنجاح. تظبيط، اظبط يعني أزبط. اذا كان زي ما حضرتك بتقولي ان انا لو انا هلبس ايه بكره الصبح، طب ما انا يبقى هدومي جاهزه من بالليل، او على الاقل انا مخطط انا هلبس ايه، بحيث ان انا اول ما اصحى الصبح ما ضيعش وقت في الحكايه دي. حاجه اهم دايما احنا بنضيع في اوقات
في اوقات بن 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 بنضيعها، والاوقات دي هامه جدا اللي هي برضو في اول النهار، اللي هي ايه؟ الوقت اللي احنا رايحين فيه من البيت للشغل. الوقت ده مفروض ان الواحد يستغله بقدر الامكان في ان هو يخطط لما ياتي من اليوم. هعمل ايه بقى؟ يعني انا لو واقفه مثلا في اشاره زحمه، بدل ما انا واقفه زهقانه في الاشاره اقعد افكر انا هعمل ايه النهارده وهمشي حياتي ازاي، فاستغل الوقت بشكل افضل، مش كده؟ دي طبعا دي مهمه. المهم كمان انا اذا كنت عندي شغل، طب النهارده ايه اولوياتي؟ ابدا بايه اليوم وايه اللي لازم يخلص قبل الظهريه؟ يعني لو نفرض ان انا عندي شيك لازم يتحصل من البنك، يبقى الشيك ده لازم يتعمل من بدري عشان البنك بيقفل الساعه 2. او يا ريت زي ما بنشوف توابير بره واقفين بيقروا كتب في التوابير، اتمنى ان احنا نشوف المنظر ده عندنا في يوم من الايام. توابير يعني طويله جدا وبيستغلوها في قرايه قصه او كتاب، او بيستفيدوا بالوقت بيبقوا سعداء يعني. والله ده لو حضرتك تشوفي في الاندر جراوند في اي حته، كل واحد ماسك كتاب، مش مهم ان هو كتاب في شغل، هو بيقرا في حاجه اللي يتثقف. والله في كمان حاجه كمان هي بقى لها حوالي 15 سنه في امريكا، اسمها الاوديو بوكس او الكتب المسموعه، اللي هي حضرتك تقدري تحطي الكتاب على شكل شريط او على شكل سي دي وتسمعيه في العربيه اثناء ما انت ماشي. احد الناس انا قريته عن واحد عمل تعلم عن بعد بان هو مجرد كان بيسمع طول الوقت، سمع قعد يسمع سمع 68 كتاب في سنه. ما شاء الله، اتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل لنتيجه زي كده في يوم من الايام. بشكر حضرتك جدا دكتور حسام فرحات، نورتنا النهارده.